أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الابتدائي جريد 3 منهج جامبا بورد مدرس تجريبي، معكم مستر رامات فوزي. النهاردة معادنا مع يونت 3 الوحدة الثالثة in the park في الحديقة، وهنبدأ بالفوكاب الكلمات المهمة جدا على اليونت. فلاور بيت يعني مشتل أو حوض زهور، بنش مقعد خشبي، باس ممر أو ترة، تنس كور ملعب التنس، بش يعني شجيرة صغيرة أو أغصان، فاونتين يعني نافورة، فاونتين بون بحيرة، نيكست تو بجوار، جراس عشب، كلاب نادي، فيد يطعم، درو بيكتشر يرسم صورة، باث يعني حمام، write a letter يكتب خطاب، boat ride ركوب المركب، summer اللي هو الصيف، winter اللي هو الشتاء، autumn يعني الخريف لأن silent هنا، spring اللي هو الربيع، wasp اللي هو الدبور، sting يعني يلسع أو يلدغ، hit يضرب، lake يعني بحيرة، lunch time وقت الغذاء، careful حريص، really حقا، سنيل حلزون، كانال يعني قناة، فيزيت يعني يزور. دي معظم الكلمات المهمة اللي عدت علينا على اليونت. الجزء اللي معانا بعد كده على اليونت يونت 3 اللي هو الجرامر القواعد، والنهارده هنستخدم قاعدة going to plus infinitive، ودي تعبر عن حدث سوف يتم في المستقبل. سوف يتم فين؟ في المستقبل. انا بستخدم طبعا الفورميشن بتاع فيرب تو بي اللي هو ام واز وار بلس جوينج تو بلس الانفينيتيف اللي هو الفعل فين في المصدر، وايه اللي بياخد ام هنا ادا اي ام، هي وشي وات بياخدوا از، وي ويو وزي بياخدوا ار. يبقى اقول اي ام جوينج تو بلس انفينيتيف، هي شي ات از جوينج تو بلس انفينيتيف، وي يو زي ار جوينج تو بلس انفينيتيف. طيب انا عندي بعد كده في حاجات بتخليني ممكن استخدم القاعدة دي، زي ايه كده؟ قال لي لما تلاقي كلمة تمره، يعني ايه تمره؟ غدا اهي، اول ما الاقي الكلمة دي اعرف على طول ان انا هستخدم ايه، am is are going to plus infinitive. لما الاقي this evening هذا المساء استخدم برضو القاعدة، او يجي يقول لي when I grow up لما اكبر او عندما ايه اكبر. تعال نشوف كده اهو، حتى لما احنا نستخدم جمل اهو، اهو فيها tomorrow اهي، كلمة دل على قاعدة going to future مستقبل اهي، this evening when I grow up عندما اكبر اهو، yes بستخدم القاعدة بتاعتي اهو، I am going to buy a new dress tomorrow، هشتري فستان غدا، فستان جديد. He is going to watch TV this evening، هيشاهد التلفزيون أو التلفزيون هذا إيه المساء. لما ألاقي القاعدة بتاعتي قدامي هي أدي I وأدي am وادي going to وادي الانفينيتيف اللي هو الفعل فين في المصدر، ده تركيبة القاعدة. تركيبة ايه القاعدة؟ وادي الكلمة الدالة tomorrow، يبقى I'm going to buy a new dress tomorrow. برضو هنا هي تاخد is، بعد كده حط going to بلس انفينيتيف وورد شو، وادي الكلمة الدالة على القاعدة this evening. اوكي okay. I am going to be a musician when I grow up، يعني انا هبقى موسيقار عندما ايه اكبر. ده كل اللي موجود معانا على قاعدة going to في اليونت. بالنسبة لي طبعا اي قاعدة لها بوزيتيف يعني مثبات، هو ليها نيجاتيف يعني نفي. طبعا انا النيجاتيف بتاعها هو النفي، النيجاتيف
ام هتبقى ام نوت اهو، واز هتبقى isn't is not، و are هتبقى aren't اللي هي are not، واحط going to plus invent. لو انا هسأل سؤال بهل بحط طبعا الاول is او are او am التلاتة، بعد كده بحط السبجكت فعل بلس جوينج تو بلس انفينيتيف، زي لما اقول له ار يو جوينج تو، اد ان انفينيتيف بلاي يس، يبقى ار يو جوينج تو بلاي تنس ذيس ويكند، هل انت هتلعب تنس العطله الجايه دي؟ هيبقى الرد هنا طبعا بيكون بيس اور نو، نعمل عملية المقص اليو تتحول الى اي، واي ما بتاخدش ار بتاخد ام، يبقى يس اي ام، ولو نو نقول له اي ام نوت. طبعا لو هيسأل هنا باز بحط از الاول، بعد كده السبجكت اللي هو الفعل هي، بعد كده بحط جوينج تو اهي بلس انفينيتيف كلين اهو ينظف، يبقى is he going to clean his room؟ الإجابة هنا ب yes، وأعمل عملية كروس ماس، yes he is، no he isn't، no he isn't. ده كل اللي كان معانا طبعا على قاعدة going to، إذا كانت الجملة طبعا positive مثبتة am و is و are وطبعا هي going to plus infinitive، ولو هي negative طبعا هتكون am not isn't aren't going to plus infinitive، ولو هو سؤال بهل بنحط is او are او am plus subject plus going to plus infinitive. تعال نشوف مع بعضينا الشغل اللي على اليونت. نبدأ مع بعضينا كده يونت 3 in the park lesson 1 and lesson 2 reading اللي هي القراية، نركز مع بعض. The dog is walking on the flower bed، يعني الكلب ماله بيمشي على المشتل أو حوض الزهور. The man is sitting on the bench، يعني الراجل قاعد على المقعد الخشبي. طبعا ده بيكون مقعد خشبي ثابت فين؟ في الأماكن العامة زي الحدائق وإيه والحاجات دي. The boys are running on the bus، يعني الأولاد بيجروا على في الطرقة. The children are at the tennis court، الأطفال فين؟ في ملعب التنس. The birds are in the bush، اللي هي العصافير مالها بتكون فين؟ على الشجيرة أو على الأغصان. The man is looking at the fountain، يعني الراجل باصص ليه؟ للفاونتن. The flower bed is next to the pond، يعني إيه؟ المشتل أو حوض الزهور جنب إيه؟ البحيرة. Then children are on the grass، الأطفال على إيه؟ الحشائش أو العشب. structure مع بعضين القاعدة. I am going to play tennis in the club، هلعب تنس في النادي. طبعا القاعدة دي طبعا express about something or arrangements أو some arrangements، ترتيبات شيء أنت طبعا رتبت له، فبتستخدم قاعدة going to plus infinitive. My mom is going to make a cake. We are going to buy books. Yes. Talking about the future. Going to plus infinitive. الكلام ده قلناه كله. تعالى نقرا مع بعض عشان نأكد المعلومة. فالأفيرماتيف اللي هي الإثبات والنيجاتيف النفي. بقول I am going to read، طبعا النيجاتيف بتاعها I am not going to read. He, she, it is going to read, isn't going to read. We, you, they are going to read. نقول طبعا we, you, they aren't going to read. ده بالنسبة للجزء اللي معانا فين؟ في الـ affirmative and the negative. Speaking I am going to play tennis. Come with me. أنا رايح ألعب تنس. تعال معايا. You are going to play tennis, but I am going to play football.
We are going to go to the park. What are you going to do? هتعمل ايه؟ I am going to draw a picture. See you later. تعال نشوف كده exercises 1 and 2. Underline the correct words in practice. تعال كده نشوف number 1. Salma and I watching TV. Yes. في واحد كده أول ما يشوف I هنا هيقول لي بس ناخد مين am. طبعا سلمى هنا and I معناها كده we معناها ايه we. فلما نيجي ناخد حاجة طبعا هنختار مين are. yes يبقى سلمى and I are watching TV. اللي بعديها he is to music. طبعا هنا موسيقى فبناخد طبعا listening to music يستمع إلى الموسيقى. Who wears the cats؟ طبعا الكاتس دي قطط فالقطط لازم بتحتاج someone to feed it or them بيحتاجوا حد ايه يطعمهم عشان كده بناخد الverb feed يعني يطعم. اوكي he is going to a sandwich. yes طبعا eat هنا يعني يأكل. Do you often TV؟ Yes, often خدناها هنا في unit 1 معناها غالبا. هل أنت غالبا watch TV يعني شاهد ايه التي في. They are walking on the هم ماشيين بيتمشوا على ايه طبعا أو في ايه هنا باس يعني حمام وبند بحيرة طبعا مش هناخد هنا غير باس اللي هي الطرق. Do you like pictures؟ Pictures هنا صور يبقى ناخد الverb ايه drawing يرسم. My brother is good at tennis. طبعا التنس دي لعبة فهنختار playing tennis. The man is sitting on the yes sitting معناها جالس يجلس على ايه البنش مقعد خشب ثابت. بعد كده You can play tennis in the tennis court. على بعضيها كده معناها ملعب التنس. What are you looking look at ينظر إلى يبقى أنت بتنظر على إيه أو تنظر لإيه. There is water coming out of the طبعا water هنا معناها مية coming out of the fountain يعني طلع منين من النافورة. There are some fish in the fish معناها سمك والأسماك بتكون في البوند اللي هي إيه البوند دي اللي هي البحيرة. A is a small tree. Tree يعني شجرة صغيرة. تساوي كده equal push. شجيرة صغيرة. Cows and donkeys eat. كل الحيوانات بتاكل ايه؟ الجراس اللي هو العشب. Number 16. Are they going to do? طبعا احنا هنا مع الverb do بنختار what. لما قول what are they going to do يعني هم هيعملوا ايه. Number 17 It's going to rain. You are going to get طبعا هنا الجو هيمطر في ايه اللي هيحصل لك طبعا انت كده هتبقى wet يعني مبلول مبلل. We are going to play tennis. Come us come with us تعال معانا. Number 19 She is going to work the computer. طبعا هنا work on the computer. Can use the remote control. Yes خدنا قبل كده use the remote control تستخدم الريموت كنترول. I will go now ده واحد بيقول I will go now يعني انا همشي دلوقتي بتقول له see you later يعني اشوفك فيما بعد. اوكي He is walking the path on the path بس هنا يعني ممر أو طرقة يبقى كده بيمشي في الطرقة. The children are playing the grass طبعا هنا on the grass على الأعشاب الأطفال بيلعبوا إيه على الأعشاب. I can't see him he is the cupboard طبعا I can't see him هنا لا أستطيع أن أراه طبعا هنا he is behind the cupboard يعني behind the cupboard يعني خلف إيه الكابورد اللي هو إيه الدولاب. Yes.
الجزء معنا بعد كده سبلاي، هنا بتحط الليدر اللي هو نايل زي بنش فاونتين فلاور بيد تنس كورت باش جراس فيدينج ووكينج كمبيوتر ساتردي، وده كله من الفوكابلر اللي احنا خدناه. يس تعال نشوف بعد كده لوسن 3 in the park. Reading. He is going to read a book. He is going to read a book. شوف تركيبة الجملة كده. And he is. Yes. And going to. And plus sentence. Yes. He is going to draw a picture. هيرسم صورة. She's going to eat an ice cream. She's going to write a letter. I am going to play tennis. I'm going to play with my computer. هلعب بالكمبيوتر بتاعي. Lesson 4. في لسن فور هنا هنتكلم على بعض الفوكابلا برضو الكلمات المهمة زي ايه كده، زي بوت رايد ركوب المركب، بينجوين بطريق، سمر اللي هو فصل الصيف، وينتر اللي هو فصل الشتاء، اودوم طبعا لان هنا ما بتتنتقش سايلنت، سبرينج اللي هو فصل الربيع. تعالى شوف كده في فصول السنة ايه اللي بيحصل. In the spring there are a lot of flowers. في فصل طبعا الربيع بيكون فيه كثير من ايه؟ من الفلاورز الورد. طب تعالى شوف ايه في فصل الصيف. In the summer it's very hot. وطبعا في فصل الصيف بيكون الجو ايه؟ hot، سخن جدا. In the winter there is a lot of rain and it's very cold. بيكون ايه؟ بيكون كثير من المطر and it's very cold، والجو بارد جدا. In the autumn طبعا هنا اللي هو فصل الخريف، the trees are red and brown، والاشجار بتتحول لونها الى ايه؟ اللون الاحمر واللون ايه؟ البراون اللي هو البني. تعال نشوف كده في الاسئلة. What's she going to do؟ هي هتعمل ايه؟ الاجابة هنا she's، اللي she is going to feed the penguins، يعني هي هتطعم ايه؟ البنجوينز. يس تعال نشوف كده ال underline number one. Listen and repeat. Try to think with me and answer the questions. حل كده واختار قبل طبعا انا ما اقول ال إجابات. I can sting people. طبعا احنا هنا خدنا sting يعني يلسع في الفوكابلر الكلمات. sting people يعني بتلسع الناس أو تورسهم. طبعا هنا اللي بيلسع هو مين؟ الوزب اللي هو الدبور. You can see a London zoo. لندن هنا يعني لندن، وزو طبعا يعني حديقة حيوانات. اللي ممكن تشوفه هنا في الزو اللي هو ايه؟ elephants. She is the penguins. طبعا هنا feeding يعني بتطعم ايه؟ البنجوينز، بتوكلهم. When can we go a boat ride؟ طبعا go for، go ايه؟ for، يذهب لركوب المركب. Go to the to enjoy a boat ride. لو انت عايز تركب المركب هتروح فين؟ الزو ولا الجاردن ولا الليك البحيرة؟ طبعا ليك يعني بحيرة. The park is beautiful. There are a lot of yes flowers. ورود جميلة طبعا في البارك. Number seven. That girl will eat you. البنت دي yes hit you، هتضربك. Not sting not eat. You can see water in a الوودر، تشوفه فين؟ في الكانال. كانال هنا يعني قناة مائية. You can go for a boat ride in yes
لو انت هتروح تركب المركب ممكن تروح في شهر ايه او فصل ايه، السمر ولا الاوتوم ولا الوينتر؟ يس طبعا هنا سمر افضل. اوكي نمبر 10 فلاورز جرو ان، طبعا فلاورز هنا اللي هو الورد بينمو فين؟ في السبرينج اللي هو ايه السبرينج ده اللي هو الربيع، طبعا هنختار منها ايه سبرينج فصل الربيع. نمبر 11 هي ان ذا سويمنج بول، طبعا القاعده بتاعتنا هنا طبعا هنيجي هنا هي تاخد از بلس جوينج تو بلس الانفينيتيف سويم، يبقى he is going to swim in the swimming pool. I a book in the library. يبقى I am going to read. I بتاخد am plus going to plus infinitive. She an apple. She is going to eat an apple. She تاخد is plus going to plus infinitive. We تاخد are going to play tennis. يس تعال شوف الجزء اللي بعد كده اللي هي السبلاي اهو ليدرز واسب ستينج يلسع بالاي جيرل بنت اوتوم هنا ان اليفانت فيل اتش ليك بحيره سمر يو سبرينج بي بنجوين يو. اوكي بعض الناس طبعا بتطالبنا ان احنا نحل مع بعضينا بعض السبلاي اللي هو الديالوجات، بتقول لي يا مستر انت ما بتحلش ديالوجات معانا. هنبدأ نحل مع بعضينا supply the missing parties in the following dialogue. ده ديالوج حوار صغير بين دينا and داليا. طبعا داليا هنا قالت لدينا I am going to go to the club، يعني انا هروح النادي. يبقى اكيد دينا سألتها سؤال، دينا سألتها سؤال تاني قالت لها I am going to play tennis with my friends، يعني انا هلعب تنس مع مين؟ مع اصحابي. طبعا هنا كلاب يعني نادي، كلاب يعني ايه نادي، نركز مع بعضينا كده يس. فطبعا هنا كلمة الاستفهام اللي بتسأل هتسأل عن المكان اللي هي وير يس، هنا الاي هتتحول الى يو، وطبعا هنا يو ما بتاخدش ام، يو ما بتاخدش ايه ام، هتاخد مين ار، تحويلات ناخد بالنا منها. يبقى اي اتحولت الى يو، ويو ما بتاخدش هم بتاخد ار، يبقى وير ار يو اطلع بقى ب going to go يس اهي، يعني الشغل عنده كله فين في الحتة دي. يبقى وير ار يو going to go هتروحي فين؟ هتلا I am going to go to the club. سألتها سؤال تاني قالت لها I am going to play tennis with my friends، أنا راح ألعب تنس مع مين؟ أصحابي. يبقى أكيد سألتها قالت لها إيه what، what هنا يعني ماذا. برضو تحولاتنا هنا أدي الـ I اتحولت إلى U، وطبعا هنا U بتاخد R، يبقى what are you going to do، دايما هنا do تيجي مع what. What are you going to do هتعملي إيه؟ قالت لها I am going to play tennis with my friends. تعال نشوف الـ write بتاعنا ازاي نعمل write ونحل مع بعضينا. شغل كله سهل very easy. number one she eats an apple. she eats an ايه apple، قال استخدم going، قال استخدم ايه هاجي شايل هنا حرف الاس طبعا بتاع eats يس، وابدا بشي اللي هو الفاعل. القاعده بتاعتنا بتقول شي تاخد ايه از، بعد از احط مين going to يس بلس infinitive اللي هو الفعل ها eat an apple ايه يس، يبقى she is going to eat an apple. هات اللي بعديها I play tennis يس، قال استخدم going، يبقى نبدأ بالاي بتاخد ايه الاي ام، بعد الام احط مين going to، بعد كده الانفينيتيف اللي هو play يلعب، واكمل play tennis. يبقى I am going to play tennis.
اللي بعديها he swims in the sea. هنستخدم going، يبقى he تاخد ايه as، بعد is احط مين going to، بعد كده ال infinitive بتاع اللي هو مين swim هشيل منه طبعا ال s واقول swim in the sea، يبقى he is going to swim in the sea. اللي بعديها my friend draws a picture، نشيل ال s هنستخدم going to، يبقى my friend هنا صاحبي طبعا تاخد ايه is، بعد is احط مين going to، وبعد كده احط الفعل في المصدر اللي هو مين draw من غير ال s واكمل a picture. ده بالنسبة لل write اهو، كلام سهل جدا. Alex watches TV. Alex watches TV، يعني Alex بيشاهد التلفزيون. هل استخدم going to؟ برضو نفس النظام معايا، أليكس أليكس تاخد ايه is، بعد كده احط مين going to، اطلع اللي هنا ال infinitive اشيل منه ال es واحط watch tv، يبقى أليكس is going to watch tv. number 6 the girl hits the was، بشيل طبعا ال s هنا ده is ال present symbol، وابدأ the girl تاخد ايه is، بعد كده احط going to plus infinitive اللي هو hit يضرب، يبقى the girl is going to hit the wasp، يعني هتضرب ايه الوزب اللي هو الدبور. تعالى ازاي نكتب جملة على ال picture، write a sentence under each picture describing it او صفها. مستخدم لنا صورة او going او picture، يبقى I am اللي هتاخد ام اهي، I am going to draw a picture، هرسم صورة. واحدة تاني، going to play with dog، I'm going to play with my dog، هلعب مع الدوج بتاعي. going to tennis، I'm going to play tennis. going later، she is going to write يعني يكتب a letter. دي جمل. تعال نشوف مع بعضنا listen 5 and 6 نتكلم عن ايه. watch television، شاهد التلفزيون. clean the bedroom، ينظف الحجرة. go skateboarding، يذهب للتزلج. نخش بقى على الأسئلة، ازاي نعمل سؤال بهل. نبدأ بار، نبدأ بمين؟ بار ار تاخد ايه؟ يو، بعد كده احط going to plus مين؟ infinitive play. are you going to play the guitar؟ no I am not. no I am not، يبقى هو كده مش هيلعب ايه؟ الجيتار. قال له امال هيعمل ايه؟ قال له I am going to play football، انا هلعب football. يبقى كده عمل نيجاتيف وبدأ بجملة جديدة. is السؤال بهل is اهو، is تاخد ايه؟ he، بعد كده احط going to plus visit ال infinitive، يبقى is he going to visit his friends؟ no he isn't. no he isn't، وابدأ بجملة جديدة بقى، he is going to go skateboarding، يعني هيروح يعمل ايه؟ يتزلج. yes we use verb to be اللي هو am is are plus going to في plus infinitive. yes with the following words اللي هي الكلمات الدالة على القاعدة going to plus infinitive، زي tomorrow، this evening، when I grow up. I'm going to buy a new dress tomorrow. this evening he is going to watch television. when I grow up عندما أكبر I am going to be a musician، يعني هبقى موسيقار. yes exercise lesson 5 and 6 برضو حتة صغيرة كده عن supply. supply the missing part is in the following dialogue. Amal and Rehab سألت له what are you going to do this evening، هتعمل ايه this evening هذا المساء. Rehab هتردت له ايه اليو تتحول الى I. تعالوا شوف نشتغل ازاي.
اليو تتحول إلى I، واي طبعا بتاخد M، هنا حولت R verb to be إلى M، يبقى I am going to go to the cinema، هروح السينما. راح سألتها سؤال تاني، قالت لها I am going to watch spider man، يعني هتفرج على فيلم مين؟ spider man. يبقى أكيد هتقول لها which، which هنا معناها أي فيلم، which film. هنا R، ال I اتحولت إلى U، و M اتحولت إلى R، يبقى which film are you going to watch، أنهي فيلم هتتفرج عليه؟ قالت لها I am going to watch spider man. أمل قالت لها it's a good film I like to watch it too، أتمنى إن أنا أشاهده أيضا. يس. لو أنا عايز أعمل سؤال write a question and short answers، إجابات مختصرة صغيرة، يجي هنا يقول لي he و clean و bedroom. يس. هنا السؤال بهل هي بتاخد is، بعد كده أحط he، بعد كده going to، بعد كده infinitive clean اهو his bedroom. يس. واحد تاني she get wet، طبعا is بتاخد she بتاخد is، يبقى is she، بعد كده احط going to اكمل get wet. another one he play piano، is تاخد he، يبقى is he، بعدها going to وأكمل play the piano. سؤال هنا ب R، جيب لي زي وفيد وإليفانتس، طبعا R هنا وادي الفعل زي، بعد كده أحط going to، يبقى R زي going to feed the elephants. another one she visit grandma، أحط is، is تاخد she، بعد كده احط going to واكمل visit grandma، يبقى is she going to visit grandma، هنا you يبقى تاخد are، بعد كده الفاعل you going to، بعد كده احط go، يبقى are you going to go to the club. Ali وريد a book، is بعد is احط مين؟ Ali، بعد كده احط going to، بعد كده read a book، يبقى is Ali going to read a book. ده ازاي نعمل اسئله طبعا بمين؟ ب is و are plus subject plus going to plus infinitive. underline the correct words in practice، تعال نشوف كده نختار الاجابه الصحيحه. you going to play with your friends، you هنا تاخد ايه؟ تاخد are. Are you going? He going to clean his bedroom? Yeah. يبقى is. Is he going? Number three. She going to play the guitar? Is she going? I going to watch TV this evening. I am. Tomorrow I am going to visit my friends. This evening she is going to write a letter. When I grow up, I am going to be a doctor. Tomorrow they are going to clean their house. Is he going to play his guitar? This evening I am going to an English test. You better take. He is going to a musician. Be a musician. Musicor. Tomorrow he is going to a motorcycle. Have a motorcycle. Are you visit your friends this weekend? Are you going to visit? What are you going to be when you grow up? هتبقى ايه لما تكبر؟
يس. تعالى كده اعمل اجابات كده على اسئله يس و نو. Are you going to play this weekend? هتلعب؟ Yes, I am. Is he going to clean his room? Yes, he is. طبعا احنا بنعمل ايه هنا؟ عملية ايه؟ مص. عملية ايه؟ مص. اليو تحولت الى اي، واي ما بتاخدش غير ام، ما بتاخدش ار. هنا برضو نفس النظام، كروس اهو. طبعا هي، وبعد كده هي تاخد مين؟ اس. Is he going to play football? No, he isn't. Is she going to go skateboarding? Yes, he is. Yes, she is. Are they going to visit their friends? Yes, they are. Are you going to see your auntie? No, I am not. Is she going to eat a hot dog? No, she isn't. Are they going to clean the house? No, they aren't. Is she going to play frisbee? Yes, she is. Is he going to watch TV? No, he isn't. تعالى نشوف جزء الرايت كده مع بعضينا، نطبق تاني الرايت، نطبق تاني الرايت. يجي يقول لي when I grow up I want to be a musician. I want to be a musician. لما اكبر انا عايز ابقى ايه؟ موسيقار. اجي شاطب على want to كده واقول له when I grow up، عندما اكبر. I بتاخد am، بعد كده احط مين؟ going to، واكمل be a musician. It's a very very easy sentence. He cleans his room. اشطب على مين؟ is. وهتستخدم هنا tomorrow. استخدم هنا ايه؟ tomorrow. دي كلمة من الكلمات الدالة على القاعدة طبعا going to. يبقى he تاخد is بلس going to بلس clean الانفينيتيف. يبقى he is going to clean his room tomorrow. Another one, number three. He does his homework. استخدم this evening. كلها كلمات دالة على قاعدة going to، اللي هي ايه؟ قاعدة going to مع tomorrow او this evening اهو. يبقى he تاخد ايه؟ is بلس going to بلس الانفينيتيف دو، وكمل his homework this evening. I play tennis every Friday. Every Friday. طبعا انا اشيل every Friday عشان احط مين؟ tomorrow. خد بالك ان tomorrow تستخدم مع قاعدة مين؟ going to. يبقى I بتاخد am، بعد كده I am going to play tennis tomorrow. Another one. She visited her aunt yesterday. ده كله best symbol. نعمل ايه؟ نشيل yesterday ونشيل مين تاني؟ ال ed اهو. وقال له she تاخد is، بعد كده going to visit her aunt، وحط مين في الآخر؟ tomorrow. I am going to buy a motorcycle. أنا رايح أشتري إيه؟ motorcycle. يبقى أشطب على مين؟ motorcycle. أحط سال هنا بمين؟ بوات. وات هنا القاعدة بحط وات. الآي هتتحول إلى يو. يو ما بتاخدش ام، بتاخد ار. حاجة أساسية لازم. What are you؟ verb to be الأول، am أو is أو are، بعد كده الفعل subject you هنا. يبقى what are you، وكمل going to ال infinitive هنا by. هتشتري إيه؟ كلمة دالة تاني على قاعدة going to هي tonight يعني الليلة.
قال لي he watches TV، قال لي استخدم tonight، أقول له he تاخد is، بعد كده going to، بعد كده أكمل watch TV وأحط tonight في الآخر. يبقى he is going to watch TV tonight. اللي بعد كده he is going to be a doctor. yes الاسهل سؤال ب what، اشتغل على مين؟ a doctor، ابدا ب what، انزل ب is الاول، احنا قلنا verb to be الاول، بعد كده he، يبقى what is he going to be، يعني هو عايز يبقى ايه. she goes skateboarding، اللي استخدم this evening، احنا قلنا this evening دي تستخدم مع مين؟ going to، يبقى she تاخد is، بعد كده going to احط ال infinitive go، بعد كده skateboarding this evening. yes ده بالنسبة لي ازاي اعمل جمل rewrite واستخدم tomorrow او this evening او tonight. yes الكلام ده كله خدناه، تعال نشوف ازاي نعمل سؤال بهل. قال لي yes I am going to visit my friends، انا رايح ازور ايه؟ اصحابي. قال لي اسأل سؤال بار، قال لي اسأل سؤال بمين؟ ار. شوف انا هعمل ايه، الام هنا تتحول الى ايه؟ ار، والاي هنا تتحول الى ايه؟ يو، يبقى ار يو، وكمل going to visit، بس عندي هنا حتة مشكلة، هنا مش هينفع أقول ماي لأن الماي بتتحول إلى إيه؟ يور. يبقى ار يو جوينج تو فيزيت يور فريندز؟ قال له نو أو يس، يس أي أم جوينج تو فيزيت ماي فريندز. واحدة تاني هنا بإز، نو نشطب على نو، نبدأ هنا بإز، بعد كده نحط مين؟ شي، يبقى إز شي كمل جوينج تو كام ويز يو، الأص هنا تتحول إلى يو. هل هي هتيجي معاكم؟ قال له نو شي ازنت جوينج تو كام ويز أص، مش هتيجي معانا. يس ودي هنا نحط سبلاي ميسنج ليترز اللي هي ايه الحروف الناقصة، زي كورت اللي هو يو، باش شجيرة، فاونتن يو، باس اللي هي ترى، جراس ايه، كانال ايه، فلاور بيد طبعا او، توند او، سو او، واسب بي، سبرينج بي، بلاي يلعب، كلهم ايه متهيألي حرف واحد ماشيين مع بعض. يس تعال نشوف مع بعضينا كده السبلاين الاندرلاين. وات دو يو دو؟ ا دكتور. قال له انت شغال ايه؟ قال له اي ام ا دكتور. وات از ذات؟ قال له it's a fountain. Are you going out? No, I am not. No, I am a not. Is he going to watch a film? Yes, he is. What's they going to do? What are? She is to visit her auntie. She is going to visit her auntie. توم از تو جيني توكينج، توكينج هنا يعني يتحدث. بي كيرفول، بي كيرفول يعني خليك حريص، بي كيرفول. هي از بوتينج اون ذا ايج بيبر، بيبر هنا يعني فلفل، لان بيبر هنا ورق، وبيبرز اللي هي الجريده. He has cold. He is going to sneeze. Sneeze هنا يعني يعطس، يعني عنده برد هو هيعطس. Don't I can hear you. Don't shout. يعني ما تصرخش أو تعلي صوتك. I can hear you يعني أقدر أسمعك. He is talking to his friend the mobile. يعني on the mobile على التليفون. بيتحدث مع صاحبه على التليفون. ده كل اللي كان معانا على unit 3. الوحدة الثالثة،
اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. حاول كده تشتغل وتسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة هتستفاد، واعمل كده ريبيتينج، كرر كده الكلام ورا المستر، هتبسط لها نفسك بتتعلم النطق كويس، وان شاء الله كده تكونوا بتستفادوا. Thank you, goodbye.